ها مش ناوي تشرب حاجة بقى تاني بقى يا حسام باشا؟ هات لي كوباية مية يا كمبا. روح دي كوباية المية رقم 15 يا حسام باشا. جرايه يا كمبا، انت هتعد عليا ولا ايه؟ كمبا انا اسف يعني استأذنك معلش، يعني انا نفسي اشرب كوباية صغيرة يعني هاتها في الخمسينة، يعني عارف الطفل اللي اتغلى قبل كده ده، هات منه يعني مع شوية مية سخنة. طب مش لما تدفع القديم الاول يا حسام باشا، وبعدين النوتة تقلت والمعلم قال لي ما تنزلش اي جديد غير لما يدفع القديم واشوف الاماره. اماره؟ ايه اللغوه دي؟ ايه اللغوه دي يا كامبا؟ جرى ايه؟ هو انا عشان خرجت من الخدمه؟ عشان الدبابير طارت خلاص؟ روح يا كامبا، روح للمعلم بتاعك وخليه يصبر بس لغايه ما اخد مستحقاتي من المديريه وهديكوا فلوسك وهالجزمه، يلا روح. اما نشوف اخرتها معاك يا حسام باشا، ولا تحب اقول لك حس على طول؟ او او هي وصلت لها او منك لله امهر رمانة الميزان، انت اللي عملت فيا كده. وامهر ذنبه ايه يا حسام؟ امهر كان بيأدي واجبه المقدس. واجبه مقدس ايه بس؟ واجب ايه ده؟ انت مين؟ اتكل على الله يا عم، انت ربنا يسهل لك. ربنا يسهل لي ايه يا حسام؟ انا امهر رمانة الميزان. امهر؟ ايه يا جدع انت؟ إيه انت جيت هنا ازاي؟ وعرفت الطريق منين؟ اهدى يا حسام. جيت هنا ازاي؟ مش مهم. عرفت طريقك منين؟ برضه مش مهم. المهم انا جاي لك راسي مفلفله ودني مدلدله وحالتي بالبلد. يا عم انت بقى فكك مني وحل عن دماغي، انا واخد 4 جلسات كهرباء عشان انسى اللي انت عملته فيا. حسام انا اللي فيا مكفيني. انا اكتشفت يا حسام انك الضابط الوحيد اللي اعتبره صديق في المديريه. حتى بعد ما اترفدت من الشغل قالي صار مراتي خدت عرابي وراحت عند امها. اصبحت وحيد يا حسام، وحيد. حسام انت لازم تقف جنبي يا حسام عشان نتخطى المحنه دي. حسام انا ابعد ايدك عني. بص انا عفاريت الدنيا بتتنطط كلها في دماغي، قسما بالله لو ما خدت بعضك ومشيت دلوقتي لاجيب عيال المنطقه كلهم يزقلوا فيك ضرب. لا مش مستحمله طوب ولا ضرب يا حسام. الله في ايه؟ طب امسك صحبه الورد ديت، انا جايبها لك كعربون اعتذار مني، يا ريت تقبلها. جمعتها لك ورده ورده، زهره زهره. ممكن انا مش هقبل منك حاجه، مش هقبل. قلبي وربي غضبانين عليك يا أمهر. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.